تستمر الجهات الأمنية في منطقة عسير بتقديم مهامها في عدد من النقاط على مستوى المنطقة، والتي تسعى من خلالها إلى رصد كافة المخالفات ومتابعة تطبيق قرار منع التجول. للمزيد يلتحق بنا من أبها مراسلينا من أبها عبد الرحمن السمير ومن بلقرن عبد الله بن شهران. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن، يعني كيف هو الوضع في أبها هذا اليوم من ناحية حركة المرور، متابعة تنفيذ كذلك الإجراءات الاحترازية؟ نعم، مساء الخير حسن، مساء الخير أيضا لمشاهدين الكرام ولزميلي عبد الله. نتواجد هذا اليوم حسن كما ذكرت من مدينة أبها، وبالتحديد من نقطة قرضة، هذه النقطة النموذجية التي أمر بها أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز. هذه النقطة التي تعتبر نموذجية باشتراطات احترافية وصارمة لتكون نموذج ل15 نقطة أخرى نفذت حول منطقة عسير لجمع كافة الكوادر الأمنية وحتى الكوادر الصحية. نتحدث عن هذه المنطقة التي يوجد فيها عدد من الكوادر الطبية الذين يعملون على مدار 24 ساعة، وأيضا عدد من الكوادر أو رجال الأمن الذين يعملون هنا لفحص أو لمراقبة كافة ما يسير في هذه الشوارع، بالإضافة أيضا لعمل رجال الطب أو رجال الصحة في هذه المنطقة لفحص كافة من يدخل منطقة عسير عبر هذه النوافذ. هذه المنطقة هي المنطقة الأولى أو النموذج الأول الذي نفذ وأمر به أمير منطقة عسير ليعكس على مستوى 15 نموذج آخر على مستوى منطقة عسير في مداخلها ومخارجها، ليصبح الإجمالي 16 منطقة لفحص كافة الكوادر في منطقة أو الداخلين إلى والخارجين من منطقة عسير. يعني نتحدث عن متابعة أمير منطقة عسير لهذه النقطة وللنقاط الأخرى في منطقة عسير للحرص على استمرار هذا العمل. طيب ابقى معي عبد الرحمن، ننتقل لبلقرن مع عبد الله بن شهران. عبد الله، يعني كيف يقضي أهالي بلقرن نهارهم، وكيف كذلك من ناحية أخرى تتابع يعني تنفيذ الإجراءات الاحترازية خاصة في النقاط الأمنية؟ نعم، بداية يسعد مساك حسن، يسعد مساء زميلي عبد الرحمن في أبها، ويسعد مساء السادة المشاهدين. أنا الآن متواجد في عقبة نصاب بمركز باشوت بمحافظة بلقرن، والتي تنفذ على منطقة مكة المكرمة. جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية تكون على أكمل وجه، وجميع الجهات الأمنية والإدارية في المحافظة يقومون بعمل الاشتراطات اللازمة لحماية الجميع من هذه الأزمة. أيضا تم تجهيز هذه النقطة في مركز في عقبة نصابة التابعة لمركز باشوت خلال 7 أيام فقط، وهو يعتبر وقت وجيز ووقت قياسي لإنجاز هذه النقطة، حيث شارك في هذه النقطة وزارة النقل والصحة والشرطة وبمتابعة من محافظ بلقرن سعادة الدكتور عبد الرحمن الحامد وجميع الإدارات الحكومية في إنجاح هذا المركز خلال 7 أيام. يشارك في هذه النقطة، وسوف ترصد لكم الآن الكاميرا، عدد من المتطوعين من الكشافة، وأيضا يرافقهم ممارسين صحيين متطوعين، وأيضا الجهات الأمنية. أيضا يعني هناك بادرة جميلة من رجال الأعمال بالمحافظة بتجهيز عدد من الشقق والفنادق والمنازل لوزارة الصحة لتكون على استعداد في حال الاحتياج. أيضا رجال الأعمال في هذه المحافظة يقدمون مبادرات في المؤونة الغذائية. أيضا كاميرا الإخبارية كانت متواجدة قبل ساعة في بلدية البشاير، وكانت في جولة مع البلدية حيث رصدنا الوفرة الكاملة في البلدية من المواد الغذائية والجولات التفتيشية للتأكد من الاشتراطات السلامة. شكرا جزيلا لك عبد الله بن شهران من بلقرن، وأشكر كذلك من أبها عبد الرحمن السمير. شكرا لكما.